السلام عليكم طلاب، صورة واضحة؟ صوت؟ عليكم السلام دكتورة. نعم واضح الصوت. الصوت والصورة واضحة؟ نبدأ إن شاء الله؟ نعم دكتور. يعني محاضرتنا هي هارت أز أ بامب. أول هنا يبين لنا الأوبجيكتيف، شو يبين التقييم صار غلط. أوبجيكتيف يعني إيش مطلوب من الطالب نهاية المحاضرة، أول أورا ما يقرأ المحاضرة ويفتهم إيش مطلوب، شو يعرف عن الهارت من معلومات تشامبر أوف ذا هارت، معلومات عن الكاردياك سايكل أيضا، يشوف الليفت أتريوم، ليفت فنتريكل، من يتكون من تشامبرات، الهارت ساوند، الكونتراكتيليتي، البريشر الموجود داخل الهارت، الهارت مصل، البيس ميكر، كل هاي المعلومات ان شاء الله ناخذها بشكل تفصيلي. فهو هاي المحاضرة هي تعتبر فسلجة او فيزيولوجي اوف ذا هارت. الهارت فور تشامبر، تو اتريوم اند تو فنتريكل. بتوين تو اتريوم اند بتوين تو فنتريكل، بتوين تو atrium and ventricle in both sides left and right there is valve. The presence of this valve important. Why? Because flow of blood from atrium to the ventricle. The movement تكون بهذا الوي، هذا الاتجاه. Into and out the ventricle. The control of the movement of the blood in the atrium and ventricle by valves. Two valves. Atrioventricular valves. هاي name. تضمنين من mitral و tricuspid. Mitral بال left و tricuspid. Low valves. اسمها الأيورتيك and البلموناري. الأيورتيك هو يطلع من left ventricle and pump the blood to all over the body. والبلموناري يطي البلموناري artery. عن طريق البلمونري سيركوليشن. الهارت كأورجن عنده specialized form of muscle. ليش؟ لأن هو عنده special function يختلف عن باقي الأورجن، متخصص بفانكشن معينة. الفانكشن الأولى هو contractility والبامبنج function اللي هي most important function. زين؟ فالمصل الهارت مصل إلها سبيشاليتي. شنو هي التخصص مالتها؟ تختلف عن باقي المصل عند بادي. وتحت اخذتوها انتو بالتي او بي، واللي حتاخذوها ايضا بالكارديو فاسكولار ومبرين اند ريسبتر. ايضا تحدث عن انواع المصل. احد انواع المصل الموجوده بالبادي هو الهارت مصل. هاي الهارت مصل بسكريت سيل كونكتد الكتريكالي. شنو الكتريكالي؟ يعني عندنا هارت مصل اللي هي فنتريكولار مصل، وعندنا بيس ميكر، يعني عندنا تو فانكشن، البامبنج فانكشن عن طريق الفنتريكولار مصل اللي هي الهارت مصل، وايضا الكونتراكتيليتي اللي هي الهارت بيت البيس ميكر اللي حنشرحها ان شاء الله بالسلايدات القادمه. فلازم يكون هي سبيشاليزد. ليش؟ لان عندها وظيفه خاصه. Another slide. الاكشن بوك بوتنشال كوز ارايز ان انترا سيلير كالسيوم. طبعا هذه معلومات اللي حطيتكم اياها بسيطه، الا محاضره كامله الاكشن بوتنشال. هل تستعجلون باخذ معلومات محاضره كامله عن الاكشن بوتنشال؟ ليش خاص بالهارت؟ لان قلنا هي سبيشالايز مصل، وتختلف عن الاكشن بوتنشال موجود بالنيرف سوري والموجود بالسكلتر مصل، وايضا حتاخذوها بالتعاون مع سوري الموديول اوف ممبرين اند ريسبتر. الاكشن بوتنشال يكون لونج، يعني السنجل كونتراكشن نسميه مرحله السيستول. طبعا هنا مصطلحات طبيه مهمه جديده نحفظها بالانجليزي، ماكو عربي، نحفظ المده مالتها النورمال. فاذا ذا موست امبورتنت هاي المحاضره، مو لان انا تعطيها وانما بيها اشياء كلش مهمه، القاعده مالت الهارت والقاعده مال كارديو فاسكولار سيستم اللي حتاخذوها بعدين ان شاء الله بالثالث والرابع. هاي المعلومات بتنعاد عليكم، فهنا اني اركز عليها واحفظها. اوكي، ايش قد تستمر السيستول؟ 280 ملي سكند.
يعني ليش شفتي من اللي يحفزه؟ يصير excitation from cell to cell. ومثل ما قلت راح نشرحها محاضرة كاملة. البيس ميكر، البيس ميكر شنو؟ الاكشن بوتنشال جنريتد ان سمول جروب اوف سيل. وين موجوده؟ بول ذا هارت. وش يسوينا؟ كوردينيتد كونتراكشن. يعني شنو كوردينيتد؟ مرات يقول لك كوردينيتد سنكرونايزد، تلقوها بالمصادر او بالبيبرات او كذا. هذا لازم يكون بتناغم بتتابع. يعني تشوفون الهارت، احنا من الفولنتري، يعني هو الهارت يشتغل حتى لو انت نايم، انت قاعد زين، انت تشتغل اكسرسايز، هذا لازم ما يتوقف، لان اذا ستوب الهارت الليد. فهذا لازم شلون يكون بتتابع وشلون بتناغم، تناغم تناغم بين الاكشن بوتنشال الجنريت البيت وبين الكونتراكشن فنتركلر كونتراكشن. وان شاء الله بال يعني السلايدات القادمه وبالسكشنات القادمه تتوضح. فاذا البيس ميكر اللي هي النقطة اللي حيطلع من عندها الاكشن بوتنشال ات ريجولار انترفال، لازم شكل مرتب وشكل ريجولار. زي ما يصير لان اي ديستربشن اي ابنورماليتي تاثر على الفانكشن اوف ذا هارت. اذا اقول لك الفيسز اوف كاردياك سايكل، شنو كاردياك سايكل؟ كاردياك سايكل هي كل بيت وحده اللي هي بالملي سكند، إذا تتخيلها طبعا بالملي سكند، يعني مو بالثواني وإنما بالملي ثانية، زين؟ عندنا تو فيس، سيستول وعندنا دايستول. السيستول أول ما يجي على بالك، إذا أقول لك سيستول يعني شنو؟ الأكشن بوتنشال إن ون بيت، يعني الأكتيفيتي مال الهارت. الفقرة الثانية أو الفيس الثاني هو الدايستول، الدايستول ماكو كونتراكشن. وانما شنو؟ انترفال يكون ب فقره او فتره الراحه ريست، ومثل ما قلت هي جدا سريعه زين خلال ملي سكند. هاي الدوستول مهمه امبورتنت، صحيح الدوستول مهم، سيستول اللي هي الكونتراكتيليتي والايجكشن اوف بلاد، الدايستول فيري امبورتنت وحنشوفها بعدين بالمحاضرات القادمه. ليش فيري امبورتنت؟ فتره الريست، طبعا هي فتره ريست مو يعني احنا نقولها طويله بس هي طبعا قصيره مثل ما قلت ملي سكند. فترة مهمة ليش؟ يصير بها filling of the heart with the blood، لأن إذا ما صار filling with the blood ما راح يصير contraction صحيح، وإذا ما صار contraction صحيح أو beat صحيحة أو ejection صحيح of blood راح يصير قلة بال blood راح يصير pathological condition. النقطة اللي حيدي نقطة نسميها sinoatrial node. وين موجودة؟ أسألك أقول لك البيس ميكر وين موجودة؟ تقول لي بالساينو أتريال نوت. لا تكتب بالساينو أتريال نوت، قول لي وين؟ بالرايت أتريال. ليش؟ أنا ودي يكون الجواب طبعا هذا السبريد أول أوفر ذا أتريال. فشو يسماه؟ الطا أتريال سيستول، لأن صار إكزايتيشن وصار كونتراكشن، سوى إكزايتيشن تحفيز. وين يوصل بعدين؟ للأتريال فنتركولار نوت. ديليت فور 120 ملي سكند، هذا الديليشن اللي قلت لك هو يكون فتره مالت الفلنج او دايست. من اتريو فنتركول نود وين يروح؟ للسبتم بتوين ذا فنتركلز. احنا قلنا اكو سب اكو بين الفنتركلز تو فنتركل اكو سبتمز، بس هذا وين دا ينتقل؟ هذا ينتقل للاكسايتيشن. لا تتخيل وياي، هذا يروح خلال الفنتركولر مايوكارديوم. طبعا مايوكارديوم هي اسم الفنتركولر مصل، من الانر اللي هي اندوكارديال تو ذا اوتر اللي هي ابيكارديال سيرفيس. صح الفرق بين اندوكارديال وابيكارديال. من يوم اللي هي نفسها الفنتريكولار تجي الفنتري كونتراكت من الابيكس اب فورسز ذا بلود توورد اوف تو فلو فالفز اللي قلنا هي وين موجوده؟ بين الاتريوم وبين الفنتريكول. تنفتح هاي الفالف يطلع البلاد من الاتريال للفنتريكل. ليش يطلع من الاتريال للفنتريكل؟ انا اقول بعدين روح للفنتريكل وجيت تو ذا اوتر اول اوفر ذا بادي. اترست الثاني اتريال نود جنريت ان اكشن بوتنشال اباوت 1 سكند اللي هي 1 بيت 1 هارت بيت. هذا الشيء سبب انه بروديوس ا شورت اتريال سيستول فولد باي لونج فنتريكولار سيستول. يعني الاتريال هم بها سيستول والفنتركل هم بها سيستول، بس السيستول مال الاتريال شو يكون؟ يكون شورت،
والسيستول مال فنتريكل لونج. ليش؟ لان هي اللي حيصير بها الاجكشن من الفنتريكل مال البلط، فلازم يكون لونج على مود يفرغ البلط كنتيجه هالحتميه. ايش قد الفنتريكلو سيستول؟ 280 ملي سكند. فلود باي ريلاكسيشن حوالي 700 ملي سكند بيفور ذا نكست سيستول، يعني سيستول دايستول سيستول دايستول بشكل متتابع، ماكو توقف. توقف يعني يوقف الهارت، يعني يوقف الاجكشن اوف بلود، يعني يوقف ال مالتن هارت. هنا الفنتريكل بامبنج يعني شنو؟ الكومبينيشن اوف ريجولار الترنيتنج سيستول اند دايستول والان فلو اند اوت فلو الفنتريكل. احنا قلنا حيصير فيلينج اوف ذا بلود بيا فتره فتره الدايستول. زين منين يجي هذا مثل ما اخذته كان ماخذه طبعا بالاحياء بالسادس بس شنو بالعربي هنا حناخذها بالانجليزي مثل ما قلت ماكو بعد عربي كله انجليزي. يعني انت من تجاوب الممتحن اذا بالريتن او اورال تجاوبه بالانجليزي فاريد دراستكم كلها انجليزي ما يخالف ترجم بس كلامك درب نفسك تحكي مصطلحات انجليزيه. هذا من يجي البلبس؟ يجي مين؟ من فين؟ يلم الفين الموجوده بكل البودي من البلود يجي وين؟ بالفنتريكل من الاتيريا تو ذا فنتريكل فتره الدايستول يلم وراها من تصير هاي فتره الدايستول فولينج وذ بلود وين يصير؟ يصير البامب. فلازم يصير فولينج ويصير فتره دايستول على مود تتبعها فتره سيستول. الاوت فلو فالف ليش سميناها اوت فلو فالف؟ من اسمها مبينه اللي هي بان هي من هي ارتك فالف. يعني شنو اوت فلو؟ يعني هي اللي تدفع البلاد خارج ال سوري هارت تو ذا بودي مثل ما هسه مكتوب من الفنتركل تو ذا ايورتا بس نوت فايز. شنو نوت فايز؟ يعني مو بالعكس. لذلك هي وظيفه الفالف كنترول الموفمنت اوف بلاد ان وان دايركشن. ما ترجع، ما يصير ترجع. ليش ما يصير ترجع؟ لان يعني هي اون فول وذ بلود لازم وراها اجكشن. اذا ارجعه تصير تصير خربطه uncontrolled function. فهو فول اوف بلود اجكت بلود على مود تبدي فيس ثانيه مع تبدي كاردياك سايكل ثانيه. هنا الانتقال يقول لك الانتقال شلون يكون؟ ليش ينتقل من الاتيريا فنتركل؟ طبعا ينتقل حسب من الهاي فنتركلر بشر تو لا فنتركل. شلون هاي فنتركلر بلاد؟ البلاد يسوي برشر على الوولف يحفز الفنتركلر مصل فيسوي اجكشن. مين؟ من الهارت سوري من الفنتركل لان بلاد بهاي لو برشر وين؟ بالايورتا. فهذا هو الموفمنت under concentration gradient. هنا closes when the aortic pressure exceeds. ها هسه هو فتح لان اكو بريشر بالفنتركل هاي واكو بريشر بالفنتركل سوري بالايورتا لو انتقل منين؟ من الفنتركل الايورتا انفتح لازم ينسد. وقت ايش؟ من ينتقل كل البلد الموجود بالفنتركل للايورتا. وقت ايش؟ ينمي الايورتا بالبلط فالبرشر مالته اكسيد البرشر مال الفنتركل فتنسد الفالف. هاي الفانكشن مالت الفالف. هنا هذا دكتورة دكتورة بس سؤال فايس فيسرا شنو هذه؟ يعني مو بالعكس قلت انا ما يصير بالعكس يرجع. تمام فايس فيسرا يعني ما يصير بالعكس يعني البلط يفوت وان دايركشن. يعني اذا يضخ من الفنتركل للايورتا ما يصير يرجع من الايورتا للفنتركل. لازم ينضخ كله، يعني لازم الفنتركل يفرغ. زين؟ ترجع تقراها وتتوضح لك. ترجع تقراها. نعم دكتورة واضح. اي شوية يرادلها تخيل مثل ما قلت. هذا الرسم توضيحي فقط للاطلاع، يبين لك مو مطلوب منك تحفظه، بس اريدك تقرا الكاردياك سايكل وهذا تحط الرسم يمك وتتخيل شلون تصير. اول فيس بالكارديو سايكل فنتركلر فيلين. طبعا هاي الكارديو سايكل الفيس مالتها موست امبورتنت. بعد ما اعيد ما اقول موست امبورتنت. شنو موست امبورتنت؟ مهمه الك تحفظها
بعد ما عيد. هاي الفنتركولار فيلينج ديورينج سيستول بلاد اكيوميليت ان ذا اتريا. اجى البلاد من اول بادي وين اجى؟ بالاتري. وقت ايش يجي؟ نهايه السيستول. خلص الضخ، قلت لك تخيل، هو خلص الضخ السيستول خلصت، ضخ هذا فرغ اللي عنده دم، ابدي لازم شنو؟ نسميها اند اوف سيستول. هذا البريشر الهاي اجى دم بالاتريا، فصار هاي بريشر. ايش راح يسوي؟ بريشر على الاي في فالف، اتريا فنتركولار فالف، ينفتح ينتقل البلاد من اتريا لفنتركول. شو نسميها هاي الفتره؟ رابيد فنتركولار فيلينج. ليش؟ لان حوالي الثلث لهاي الفتره. فايش قد الفتره مالتها او الوقت مالته؟ 200 الى 300 ملي سكند. هذه لاست اباوت ثيرد. بالميدل ثيرد اكو مينيمال فلو، اول شيء ربط بالثيرد الاول. بالثيرد الوسطيه شو تكون؟ لا مينيمال فلو. اخر ثيرد الاتيريا كونتراكت تو ديليفر اب تو حوالي 20% اوف توتال فنتركولار فوليوم، على مود تملي بال 20% الباقيه. زين؟ فاول شيء الربط. ليش ربط فيلينج؟ لانه حيصير فيلينج سريع، راسا يندفع البلاد من الاتريا تو ذا فنتركل، من الهاي بريشر تو ذا لو بريشر، مثل ما قلت تقراها بالبيت وتصفن عليها. زين، الفتره الثانيه ايزوفوليوم. يقول لك ايزوفوليوم كونتراكشن، يعني شنو ايزوفوليوم؟ من اسم يعني الفوليوم ماكو تغير. وقت ايش هاي تبدي؟ بدايه السيستول. ليش؟ هنا الفنتركل الملا بالبلاد، الانترا فنتركولار بريشر صار بيه زاد، لان هواي بلاد موجود، فسوى ضغط على الوام. شو راح يسوي؟ يسد الاي بي فالف. بعد ما نريد دم، انتقل كل الدم بالاتريا اجى وين؟ بالفنتركول. ايش قد تتطمن؟ 20 إلى 30 ملي سكند. هذا البريشر يبدي يرتفع يرتفع، زين؟ بس مي اقل من اللي يحتاجه السمنولر فالف، ما نريد ينفتح السمنولر فالف، بعدنا ما نريد ينفتح السمنولر فالف، بعدنا نريد نرتب الامور ونرتب الوضعيه، نرتب كميه البلاط. فهنا الفوليوم ثابت، زين؟ ايزوفوليوميك كونتراكشن، الفوليوم ثابت والكونتراكشن ثابت. ليش؟ لان ماكو تشينج بال وين؟ بالفوليوم. فوليوم ثابت، اجانا فوليوم اوف بلاد من الاتريا تو ذا فنتركل. هاي وين؟ بعد بدايه السيستول. الفقره الثانيه والبريد الثانيه هي اجكشن بريد، من اسمها يعني حيصير بيها شنو؟ اجكشن اوف بلاد. هنا الضغط راح يزيد بالفنتركل، شو حيسبب؟ حيسبب السمنون الباد اوبن. يا فيس راح يبدي؟ راح يبدي اجكشن فيس. 70% اوف توتال بلاد اجكتد وين؟ اول ثلث. هاي يسموه شو نسميه؟ رابيد ايجكشن، مثل ما قلنا هسه ذيك شيء رابيد فولينج. 30% الباقيه بالنكست تو ثيرد ونسميه سلو ايجكشن بيريد، مثل ما قلت هاي حقائق علميه ثابته تنحفظ حسب ما موجوده. زين؟ مطلوب حفظ. الفقره الاخيره هي ايزوفوليميك ريلاكسيشن. هاي وين؟ نهايه السيستول. شو يصير؟ فرغ الفنتركل كل الحاله. شو راح يصير؟ ريلاكسيشن بيجن سدنلي. شو يسبب؟ انترا فنتركولار بريشر تفول روبيدلي. فرغ كل الدم اللي عنده، فالبريشر مالته شنو؟ ضخ ضخ بلاد، فرغ البلاد اللي عنده، البريشر مالته وين؟ نزل. فتره استراحه. نسمي الانفاض ايش فيهم؟ سديناها، ماكو بريشر عليه، خلاص. زين؟ انتقل البلاد كله للايارتا. هذا ايش قد يوصل 30 الى 60 ملي سكند. هاي كونت ريلاكسيشن. البريشر يبدي يقل يقل، زين؟ الاي في فالف كلوز فيرتاح، نسميها ايزوفوليميك ريلاكسيشن. ضخ كل البلاد العده، اشتغل، سوى اجكشن، ما عنده بعد اي بلاد، البريشر مالته نزل، الفالفات خلصت شغلها، حيصير فتره ايزوفوليميك ريلاكسيشن. زين؟ هاي هو الكاردياك سايكل. يصير فولينج، بعدين يصير اجكشن، فترة ريلاكسيشن، يصير وراها الفولينج، يصير وراها اجكشن. شكل متناغم مثل ما قلت متتابع.
هي الأكثر اتريال كونتراكشن 110 إلى 120 ملتر in each ventricle. شو نسمي هذا الفوليوم؟ end diastolic volume هو volume of blood at the end of diastole. زين أو after arterial contraction. هذا نسميه end diastolic volume. هاي أحد المصطلحات الجديدة. زين؟ الفوليوم of blood at the end of diastole أو after arterial contraction. إيش قد الإيجكشن؟ 70 ملليلتر. شو نسمي هذا؟ ستروك فوليوم أوتبوت. ال 40 وال 50 إلى 40 إلى 50 ملليلتر يبقى in each ventricle. شو نسميه؟ end systolic volume. إحنا قلنا أول شيء حيصير rapid ejection وبعدين حيصير slow. فيبقى بس بعدين حيصير ام ايجكشن لازم يفرغه ما يبقى بيه. زين. عندنا في شيء اسمه بري لود وعندنا افتر لود. بري لود هو التنشن مال المصل when it begins to contract. والاسم الثاني مالته هو end diastolic pressure. شوية لحدوخون بيها بس من ترجعون تقروها وتحفظوها اوكي وتحطون الرسم مشكلة. البري لود الاسم الثاني مالته هو end diastolic pressure. اسمين له. البريلود يعني شنو قبل اللود؟ يعني شنو اول ما تبدي التنشن مال احنا مو قلنا حيصير ببلوت اللي بالبلوت والبلوت راح يسوي تنشن على المصل؟ زين؟ فهذا البريلود اول ما يبدي التنشن اون ذا مصل وين بيجن تو كونتراكت تبدي تسوي كونتراكشن. زين؟ الفنتركولر وول تنشن ات ذا اند اوف ديستول. بس تقولون هاي شلون هاي؟ طبعا وانا خلصت الدياستول خلصت الفيلينج من بنهايه الدياستول راح يبدي التنشن. مو انا مو اقول لكم تخيل يعني انا دياستول مليته هو يبدي شو يقول لك يبدي اند اوف داس يعني بنهايه الدياستول. بس تقول دي يقول هذا يغلط لا ما يغلط دي يقول لك راح يبدي اند دياستول صحيح استراح وملى بس ما يصير مو استراحه طويله احنا من استراح استراحه لازم نخلص من الاستراحه ومليانة الهارد في البلاد نبدي رأسا فوقت ايش يبدي التنشن هو ملا دياستول الملا فوقت ايش يبدي التنشن من يلقى الفنتركل الملا بالهذا يبدي يضغط البلاد in a clinical terms it is the stretch on the ventricular مثل ما حكيت عن fibers just before contraction حوالي absolutely by the end diastolic volume or end diastolic pressure هو ال end diastolic volume or end diastolic pressure اللي هو البريشر والفوليوم بالاند مال الدايستول. ليش بالاند مال الدايستول؟ لان هو يبدي التنشن بنهايه الدايستول. زين؟ الافتر لود هو الاجينست ذا مشل سوري المصل اكزيرت اس كونتراكت. ما يصير اللود والتنشن على المصل شو حيشتغل؟ اذا ردنا على وذن التنشن والهاي يبدي شنو الشغل؟ يبدي الكونتراكتلتي كتحصيل حاصل، زين؟ وقال لك الفنتركولر وول تنشن وقت ايش؟ خاف تلقاها مصطلح خاف تلقاها تطلع مصادر هذا خلال الكونتراكشن. عندنا الكاردياك اوت بوت والستروك فوليوم. الكاردياك اوت بوت هو كوانتيتي اوف بلود بامبد انتو ذا ايورتا ايتش مينيت. تعريف هذا حفظه يظل ببالي ما انساه. ستروك فوليوم في الهارت ريت. الفينوس ريتيرن لا هو الكوانتيتي اوف بلود فلوينج من الفين تو ذا رايت اتريوم. هنا هذا الجمله يقول تمبرري مومنت المفروض الكاردياك اوتبوت نفسه فينوس ريتيرن مو شرط. اكو حالات مثلا اكو حالات فيزيولوجي اكو حالات باثولوجي من الحالات الفيزيولوجي بس نجي على بالك الاكسرسايز سوري. يعني هو كشيء نورمال المفروض يجي الدم كميته اللي واصله تنضخ. هذا مو شرط طبعا لان مرات سيجيك بالام سي كيو يقول لك موستلي يوجوالي زين هذا ما تتحدد حسب حاله البادي ديمور باثولوجيكال كونديشن سوري فيزيولوجيكال كونديشن زين هنا النورمال مثل ما قلنا ستروك فوليوم 70 ملليلتر الهارت ريت 72 بيت بير من طبعا هاي احفظها النورمال الرقم وياها شنو؟ وياها الوحدات تجاوب لي بس رقم طاير ما اعطيك درجه زين يعني اقول لك الكاردياك نمبر كاردياك اوف مو قول لي خمسه وتروح او خمسه لترز تعيشني ما خمسه بعد
مطلوب من عندنا جواب ساينتفك. هسه احنا صرنا ثاني مو اول بعدنا وهذا اوكي. مثل ما قلت انا الحالات احد الحالات قبل شوي حكيت قلت الاكسرسايز طبعا يزيد ايش قد؟ لقوا انه يزيد حوالي اكثر من 20 لترز على منت. من هو هذا؟ الكارديك ارتك يعني ايش منت قلنا كميه البلد يعني ايش منت. هنا الستروك فوليوم هو الفوليوم اوف بلاد بومبت باي ايذر الرايت والليفت وقت ايش؟ خلال الكونتراكشن. منين نطلع؟ ال اي دي في طبعا المختصرات احفظهن يعني انا من اجيب ال انت تعرفها لازم المفروض ما تسال ما تقول شنو اي دي في؟ اي دي في ان دياستوليك فوليوم اي اس في ان سيستوليك فوليوم وموجوده هي ترى بالكتاب ومثل ما قلت ما تعتمد بس على الباور ترجع تقرا بالورك بوك زين؟ فستروك فوليوم ان دياستوليك فوليوم ناقص ان سيستوليك فوليوم الكارديو فوق قلنا ستروك فوليوم في الهارت ريت وهذا تحصيل حاصل هاي شو اسمه هذني الارقام بالفيزيولوجي كل شغله لها اشياء تتاثر بيها واشياء كنترول يعني انديوستوليك فوليوم بيش يتاثر؟ طبعا يتاثر بالفينسرتين والبريلود هناخذها بمحاضرات كامله شلون ياثر هذا السيشن كامل نشرح به شلون يتاثر وايضا الانسيستوليك فوليوم بيش افكتد من اسمه انسيستوليك فوليوم يعني جنكشن بيش يتاثر؟ يتاثر بالكونتراكتلتي الفانكشن مالت الهارت ويتاثر بالافتر لود اللي قلنا هي ورا ما يصير تنشن مثل ما شرحت قبل قليل. الهارت ساوند مثل ما سامعين الهارت ساوند هاي تحط السماعه يقول لك حط السماعه اسمع ماي هارت قلبي زين؟ اللي نسمعه بالسماعه هو الفيرست والسكند اللي هي لابتوب زين انت تسمعها حط سماعه جيبها بالبيت واسمع الهارت ساوند مالت اهلك كلهم كلش لطيف الصوت كل ساوند له سبب يعني هو الساوند منين يطلع الفيرست الاي بي فالف الكلوجر والسكند الاوت اوف فلو فالف هاي فقط المطلوب منك حاليا من اسئلك الفيرست ساوند منين يجي تقول لي هيك زين قلنا الاونست اوف الفيرست طبعا هو الاونست مال فنتركولار سيستول والسكند ات ذا اند اوف فنتركولار سيستول الريست من ذا فيرست تو ذا سكند حوالي 280 ملي سكند نسميها سيستول ديوريشن والسكند تو ذا يعني الانترفال سكند تو ذا نيكست فيرست 700 ملي سكند اللي هي دايستول هاي اخذناها قبل شوي طبعا قلنا حفظ هذا هم رسم توضيحي على الكارديا ساك طبعا الها ساوند اكو ابنورماليتي مثلا او يصير بيها سبلت او يصير شغلات اخرى هاي باثولوجي بعدين هذا سببها ما يسبلت الفالف اوف ذا رايت اند ليفت هارت دو نوت كلوز ات ذا سيم تايم يعني تعتمد على الفانكشن اوف ذا فالف اذا صار بيها مشكله اذا صار بيها بروبلم اذا صار بيها ديزيز فيصير شنو يصير سبلت يعني ساوند واحد ينقسم اذا سمعه تو ساوند بالستيثوسكوب اوكي طبعا الثيرد وين نلقاه بالارلي دايستول والفورث بالاتريال سيستول الثيرد والفورث دائما يعني يوجوالي يكون اذا اكو ابنورماليتي او ديزيز او باثولوجي الابنورماليتي يسموه هارت مرمر هارت مرمر شنو؟ تربولنت فلو اوف بلاد جنريت مرمر يعني الموفمنت اوف بلاد احنا ناخذ محاضره كامله على البلاد فلو تكون لمينار من يصير تربولنت؟ تربولنت يعني مو نورمالي مو طبيعي مو شكل لمينار ايش تطينا؟ تطينا المرمر احد انواع انه نارو فولف اللي هي شو نسميها؟ ستينوسيس او الفولف نوت كلوزنج بروبرلي نسميها انكومبتنس عندكم محاضره بالسيشن 3 كونجنتال هارت ديزيز اشرح لكم عن هاي الشغلات السينوسيس والانكومبتنس طبعا المرمر ايضا يحدث اذا البادي فلو هايست سو كان بريدكت وين ان ذا كاردياك سايكل ذي شود اوكر يعني شنو يعني الدفع مالت البلاد يكون ابنورمال سريع احنا مو قلنا يتقسم الى اول شيء ربد بعدين الثيرد الثانيه يصير سلو اول شيء ربد تو ثيرد من كميته بعدين سلو شوب قدم فهذا اللي حيسوي ايضا بالتربولت مالت فلو وايضا بالاجكشن
فشي يصير؟ يصير سريع، ما يصير منظم. دكتورة، هو شنو معنى المرمر بالضبط؟ المرمر هو abnormal heart sound. مرمر abnormal، بس هذا مطلوب منك هسه تحفظها. abnormal heart sound. هاي بعدين تاخذها ان شاء الله في السنين المقبلة. من تاخذ الكارديو فاسكولار ديزيز، يعني بس هذول اهل الاختصاص بدون يسمعوها. هسه المطلوب من عندك تحفظ الفيرست والسكند شنو شلون يصيرن، وتحط السماعه وتسمع النورمال، تسمع قلبك، افراد عائلتك موجودين، تتدرب عليها. هذا الفيديو كلش لطيف، اذا ما طلع عندكم دزوا لي خبر، ادز لكم اياه على التليجرام او الممثل يتصل بي، بس اعتقد هو مفتوح لان تحت انا البارحه موجود. انا خلصت محاضرتي، تقرون المحاضرة، واليوم الأسئلة مالت سمول جروب فقط محاضرتي. زين؟ وبالنسبة جماعة دكتور كريم كوميونيكيشن سكيلز خبرني هسه قال أريد الطلاب بالعشرة ياخذكم محاضرة إن شاء الله. فخبري الطلاب. وأنا أشكركم على حضوركم، شكراً. أي سؤال؟ طلاب أكو سؤال؟ المفروض تطبع قارين المحاضرة وطلعين عليها، ترجعون يوم تقروها مرة تلخ. زين، تركيز وحفظ. إن شاء الله بالعشرة دكتور كريم يأخذكم، لأن المحاضرة الثانية مالت الأناتومي مثل ما قلت مسجلة، يدزلنا إياها دكتور لأنه من خارج الكلية. إذا خلصتوا من وقت يعني شوي نقدم موعد السمول جروب، بس اعطوني خبر. شكرا جزيلا على حضوركم.